يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي، تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق. أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام، وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معا داخل نادي القرن. هذا ما علق عليه نجمنا علي معلول بعد ارتدائه شارة الكابتن في المباراة أمام الجونة وتحقيق الفوز بثلاثية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز، فيما نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور لمعلول وهو يرتدي شارة الكابتن وعلقت عليها لحظة للذكرى لعلي معلول. أصبح معلول أول لاعب أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي في الألفية الجديدة، وثالث لاعب أجنبي منذ بداية الألفية يرتدي شارة القيادة في الدور المصري. وكان تقليد علي معلول شارة قيادة الأهلي مطلبا جماهيريا تكليلا للمجهود الكبير الذي يبذله الدولي التونسي منذ الانضمام للفريق الأحمر عام 2016، التي وجهت التحية له بعد ارتداء شارة القيادة، حيث يعد أحد أبرز اللاعبين المخلصين للقلعة الحمراء الذي لم يتوانى عن تقديم كل ما لديه من أجل تحقيق الانتصارات. أصبح علي معلول لاعب الأهلي ثالث لاعب أجنبي يرتدي شارة القيادة مع الفريق الأحمر في تاريخه منذ نشأة النادي عام 1907، وسبق وارتدى الثنائي الفلسطيني مروان كنفاني والسوداني عبد المنعم شطة. سلطت الصحف التونسية الضوء على ارتداء نجم منتخب نسور قرطاج علي معلول الظهير الأيسر للأهلي شارة قيادة الفريق الأحمر، حيث علقت صحيفة الشروق التونسية: علي معلول ينال شرف ارتداء شارة قيادة الأهلي المصري، إنها لحظات عظيمة في تاريخ التونسي، فيما عنونت صحيفة الحرية: علي معلول أول لاعب أجنبي ارتدى شارة قيادة النادي الأهلي.